بعد كده بنتكلم كرنت. الالكتريك كرنت بنسميه بالعربي اللي هو التيار الكهربي. بنقول ان التيار الكهربي بنستخدم الرمز اي للدلاله عنه، بنستخدم الاس اي يونتس اللي هي اسمها الامبير، يبقى الاس اي يونتس الكرنت نقول ان هي بتبقى الامبير، طبعا ايضا نسبه الى العالم امبير. بنقول الديفينيشن بتاع الالكتريك كرنت، it is the flow of an electric charge through a conductor. بنقول ان هو عبارة عن تدفق حركة الشحنات أو تدفق الشحنات الكهربية في مقطع أو في سلك معين، يعني هي عبارة عن حركة الشحنات الكهربية في السلك المعدني زي اللي هو موجود قدامي في الصورة دي. أو ممكن في ديفينيشن تاني نقول إن هو the number of electrons اللي هو عدد الشحنات اللي هو cross a conductor اللي هو بيعدي في مقطع معين في conductor في الثانية الواحدة ان او بير يونت تايم ان 1 سكند، او ممكن نقول بير يونت تايم. ولذلك احنا ممكن نكتب الاي اللي هو الالكتريك كارنت بالشكل ده، هو ذا فلو اوف الكتريك تشارج، هو تدفق الشحنات الكهربية في مقطع معين من السلك في خلال ثانية واحدة او في خلال وحدة الزمن. احنا عارفين ان وحدة الزمن بتبقى السكند، فاحنا بنقول ان هنا لو انا عندي واحد كولوم بيعدي في الثانية الواحدة في مقطع معين من السلك، سي ان هي ده المقطع او دي النقطة اللي احنا بنلاحظ عندها حركة الشحنات، هنلاحظ ان اللي هو ال 1 كولوم بير سكند بيديني حاجة اسمها الامبير. يبقى هنا ممكن نسألك نقول لك ايه هو الامبير، هتقول لي ده اللي هو 1 كولوم بير 1 سكند. تمام. طيب ده بالنسبة للالكتريك كارنت. بنقول ان في نوعين عندي من الالكتريك كارنت، في نوع حاجة اسمها الاي سي وحاجة اسمها الدي سي. الدي سي كارنت بنسميه الدايركت كارنت او الجالفانيك كارنت، بنقول ان هو ان الكتريك كارنت ذات فلوز ان اونلي وان دايركشن، بنقول ان هو عباره عن حركه الشحنات الكهربيه في اتجاه واحد، في اتجاه موحد بسرعه متوسطه موحده. بنقول ان هو دايما بيكون من الهاي بوتنشال الى اللو بوتنشال ريجون، هنعرف بعد كده يعني ايه هاي ولو. طبعا ده شكل الالكتريك كارنت اللي هو الدايركت كارنت مع الزمن. لو نفترض ان انا بقيس الكرنت في دايره معينه، دايره كهربيه معينه زي اللي قدامي دي، هنلاحظ ان قيمه الكرنت بتبقى كونستانت مع الزمن. يعني سي ان انا بدات التجربه وكان قيمه الكرنت 5 امبير، عند الزمن 0 في بدايه التجربه، عند الزمن 5 سكندز هلاقي برضو 5 امبير، بعد عند 10 سكندز هنلاقي ايضا 5 امبير. يبقى هنا بنقول ان هو دايركت كرنت يبقى has a constant value، يعني بيبقى ليه value ثابتة طوال التجربة. الحاجة التانية ان هو بنقول ان هو بيبقى ليه constant direction، يعني دايما لو احنا لاحظنا لو ده خط الاعداد اللي هو ده، لو احنا قلنا ده خط الاعداد وده ده ايضا او ده ال x axis وده ال y axis، هنلاحظ ان ده البوزيتيف وده النيجاتيف للواي. هنلاحظ ان دايما الدايركت كارنت بيبقى فيه البوزيتيف سيكشن في الجزء اللي هو دايما بوزيتيف بالنسبه للواي. طبعا المصادر اللي احنا بنحصل عليها او بنحصل منها على الالكتريك كارنت بتبقى زي الباتري اللي قدام الدراي باتري او السيل او اي بطاريه، بنقول ان دايما بيبقى ليها بوزيتيف تيرمينال ونيجاتيف تيرمينال. دايما بنقول ان الالكترونز بتتحرك من النيجاتيف الى البوزيتيف بالشكل ده زي ما هو موضح. وهنا بنقول ان احنا محتاجين نعرف حاجتين، محتاجين نعرف ان احنا هنا في عندي اتجاهين للالكتريك كارنت، اتجاه بنسميه الكونفنشنال، يبقى دول اسمهم الدايركشن اوف الكتريك كارنت، نقول في عندي اتجاه conventional وفي اتجاه اللي هو الاكشوال. الاكشوال بيبقى حركة الشحنات السالبة اللي احنا اتفقنا ان الالكترون هو اللي هيتحرك، يبقى الاكشوال من النيجاتيف الى البوزيتيف. طيب الconventional هيبقى العكس من البوزيتيف الى النيجاتيف. طب اي واحد في دول صح؟ الاتنين صح. لو احنا استخدمنا ده هيبقى صح،
ولو استخدمنا ده هيبقى صح، لأن إحنا بنقول إن لو رجعنا لشكل الدايرة اللي كانت قدامي تاني بالشكل ده، بنقول لو الإلكترون اتحرك من النيجاتيف إلى البوزيتيف هيترك خلفه البوزيتيف أيونز، اللي هي طبعا إحنا قلنا لو إحنا خدنا إلكترون من الأتوم، الأتوم هتتحول إلى بوزيتيف أيون، يبقى الإلكترون لما بيمشي بيسيب، أو لما الإلكترون اتحرك بالشكل ده بيسيب وراه حاجة اسمها بوزيتيف أيون. فيبقى لو الإلكترون اتحرك بالشكل ده وكأن البوزيتيف أيونز بتتحرك حركة نسبية عكس الإلكترون، فينفع نقول إن الاتنين الاتجاهين اللي إحنا اتكلمنا عنهم دلوقتي الاتنين صح. تمام. بنقول في نوع تاني من الكارنت بنسميه الالترنيتنج كارنت، اللي هو بنقول عليه التيار المتردد. بنقول ان التيار المتردد بنقول ان هو طبعا غير الدايركت كارنت، في الاختلاف في ايه، ان هو دايما بيبقى اتجاهه بيتغير وقيمته بتتغير، زي ما يعني دايما بيبقى على شكل موجة، زي ما احنا قلنا قيمته بتطلع بتزيد بعد كده توصل للماكسيمم، بعد كده تقل تاني توصل للمينيمم، بعد كده تزيد تاني توصل للماكسيمم، بعد كده تقل تاني. يبقى احنا قلنا في الحالة دي قيمة الكارنت بيحصل لها ايه، بتتغير مع الزمن، تزيد تزيد تزيد، بعد كده تقل تقل تقل، تزيد 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 وتقل وهكذا. ودايما احنا قلنا لو انا قلت ان ده الاكس اكسس وده الواي اكسس، احنا قلنا ان الجزء اللي فوق ده موجب والجزء اللي تحت ده سالب، هنلاحظ ان بيبقى جزء الموجب بعد فترة من الزمن في السالب، سيكشن في الموجب سيكشن في السالب وهكذا. طيب هل بما ان احنا قلنا هو بيتغير، فقلنا ان معناها ان هو لازم يكون على شكل ساين ويف؟ لا، قلنا لا، في اشكال اخرى للالترنيتنج كارنت للاي سي، احيانا بتبقى على شكل ساين ويف زي دي، او هنا تريانجولار ويف اللي هي الموجة المثلثية، او على شكل سكوير ويف اللي هي بيزيد يوصل ماكسيمم يبدا يقل يوصل مينيمم يبدا يزيد يوصل ماكسيمم وهكذا، يبقى بالشكل ده على شكل سكوير ويف. في شكل اخر بنسميه الكومبلكس ويف، طبعا بتبقى عباره عن تراكم موجتين بالشكل ده كده، طبعا زي ان دي موجه، هنلاحظ طبعا ان الريزلت هتبقى بالشكل اللي ظاهر زي ما هو، زي ما هو كان هنا ايه في الكومبلكس ويف. يبقى احنا قلنا الفكرة كلها طالما بيتغير مع الزمن، سواء كان بقى التغير تريانجولر او سكوير او ساين ويف او كومبلكس ويف، المهم ان هو بيتغير الماجنتيود والدايركشن مع الزمن، وبالتالي هنقول ان ده alternating current. طب السورسز اوف alternating current ازاي ان احنا بنحصل على alternating current؟ بنقول باستخدام حاجة اسمها الجنريتور، ده واحد من السورسز of AC اللي هو الـ alternating current. بنقول إن هو بيبقى عبارة عن two magnets، اتنين مغناطيس، وعندي loop ملف كهربي بيلف ما بينهم، نتيجة إن اللوب ده بيتحرك في المجال المغناطيسي هي generate فيه حاجة اسمها electromotive force اللي احنا بنسميها قوة دفع كهربية. القوة الدفع الكهربية بتعتمد على سرعة الدوران، بتعتمد على مساحة الملف، وبتعتمد على شدة المجال المغناطيسي. الكلام ده كله هندرسه لما نتكلم عن فولتج اللي هو الدلتا في. طبعا الفولتج او الدلتا في يقاس بوحدة قياس اسمها الفولت، طبعا اختصارا بنكتبها في كابيتال. الفولتج او الالكتريك بوتنشال ديفرنس او الالكتريك بريشر او الالكتريك تنشن كلها مسميات تستخدم للدلالة عن الفولتج. الديفينيشن بتاع الفولتج بنقول ان هو the difference in electric potential between two points، الفرق في الجهد الكهربي ما بين نقطتين، او لو احنا بنتكلم عن الستاتيك الكتريك فيلد في حاله المجال الكهربي اللي هو بيكون ساكن، بنقول هو the work needed per unit charge to move a test charge between two points، اللي هو الشغل اللازم علشان نحرك شحنه معينه من نقطه الى نقطه، يبقى الشغل اللازم مقسوم على وحدة الشحنات، مقسوم على الشحنة اللازم علشان نحرك الشحنة دي من نقطة إلى نقطة في دايرة كهربية. الفولت علشان إن إحنا نحصل على بوتنشال ديفرنس أو على فولت لابد يكون عندي باور سبلاي أو باتري، مصدر للجهد. مصدر الجهد بيبقى طبعا قلنا في منه أكتر من نوع، في حاجة اسمها دي سي وفي حاجة اسمها اي سي. الدي سي بنقول إن هو بيكون دايركت كارنت باور سبلاي، اما الاي سي بيبقى alternating current power supply. الدي سي او الاي سي ممكن يكون في منه variable او ممكن يكون في منه constant،
فاريبل يعني متغير القيمة، يعني سي ان انا ممكن استخدمه اطلع منه 1 فولت، او استخدمه اطلع منه 2 فولت، او استخدمه اطلع منه 3 فولت عن طريق ان يكون في مفتاح او مؤشر بيغير القيمة. طب شكل الدي سي باور سبلاي قلنا اللي هو الباتري اللي هي بالشكل ده. طب لما نوصل باتري بالشكل ده لدايرة، قلنا السلك اللي هو متوصل بالبوزيتيف تيرمينال، السلك اللي هو متوصل بالطرف الموجب طبعا بيكون موجب، والسلك المتوصل بالطرف السالب بيكون سالب. طبعا البوزيتيف تيرمينال بيكون هاير بوتنشال، بيكون اعلى في الجهد من الايه، من اللور اللي هو النيجاتيف سايد. ده بالنسبه للدي سي. بالنسبه للاي سي قلنا الجنريتور اللي قدامي ده من اشهر الامثله اللي هي بتجنريت اي سي او الترنيتنج كارنت باور سبلاي او الترنيتنج كارنت عموما. بعد كده نتكلم عن حاجه اسمها الريزيستنس اللي هي الار. الريزيستنس رمزها بيكون ار، بتقاس بحاجه اسمها الاوم زي ما احنا طبعا كاتبين هنا بالشكل ده. طبعا ده الحرف اللاتيني اللي هو الاوميجا اللي هو بالدلاله عن الاوم اللي هو احنا بنستخدمه لوحده قياس الريزيستنس. طبعا ده الاكشوال، ده الشكل الحقيقي للريزيستنس. الريزيستنس بتعتمد او المقاومه اي ماده خاصه الكوندكتور بتعتمد على 3 فاكتورز، على ثلاثه، على ثلاث ايه عوامل. اول عامل بتعتمد على الريزيستيفيتي اللي هي احنا بنقول عليها ده بروبرتي اوف ماتر، يعني خاصيه مميزه للماده، بتميز ماده عن ماده. يبقى بنقول ان الريزيستنس باول حاجه بتعتمد عليها الريزيستيفيتي اللي هي بنقول عليها الايه، الريزيستيفيتي، او ممكن نسميها السبيسيفيك ريزيستنس، بنقول عليها المقاومه النوعيه. بنقول هنا هي تمثل تايب اوف ماتر، تايب اوف ماتر او نوع الماده، يعني الماده لو ما اتغيرتش بقى الرو ما اتغيرتش. تاني حاجه بنقول عليها بتعتمد على اللينث اللي هو طول الكوندكتور. لو انا عندي كوندكتور بالشكل ده هنقول هنا اللينث اللي هو طبعا المسافه من بدايه الكوندكتور الى نهايته، بنقول عليها لينث اوف كوندكتور. الحاجه الثالثه اللي هي الكروس سكشنال اريا اللي احنا بنقول عليها مساحه مقطع الكوندكتور. يبقى تاني بنقول ان الريزيستنس بتعتمد على الريزيستيفيتي اللي احنا بنقول عليها اللي هي المقاوميه او المقاومه النوعيه للماده، اللينث اللي هو ال ال الايه اللي هي الكروس سكشنال اريا. بنلاحظ من الرول اللي مكتوبه قدامي ان هنا الريزيستنس بتتناسب طردي مع اللينث، اللي هي معناها ان احنا كل ما نزود طول الكوندكتور معناها ان التشارج اللي هتتحرك في الكوندكتور هتواجه مقاومه اكبر، وكل ما نزود اللي هي الكروس سكشن اريا معناها ان الريزيستنس هتقل، لان احنا بنلاحظ ان الار بتتناسب انفيرسلي مع الاي، تتناسب تناسب عكسي مع الاي، يعني كل ما الاي هتزيد كل ما الريزيستنس هيحصل لها ايه، هتقل. طيب نشوف اكزامبل على الكلام ده عشان نوضح المفهوم. في الاكزامبل ده بيقول لي cylindrical wire has a radius r and length l. بيقول ان انا عندي كوندكتور على شكل سلندر، على شكل اسطواني، كان الراديوس لي ار واللينث ال. بيقول اف بوث ار اند ال ار دبل، لو الار والال دبل الريزيستنس هيحصل لها ايه في الحاله دي. طب عشان نفهم الكلام ده هنضطر ان احنا نطبق واحده واحده عشان نفهم الموضوع نفهم اكتر. بنقول سي ان انا عندي كوندكتور بالشكل ده، كان على شكل سلندر، كان طول الكوندكتور ال، والكروس سكشنال اريا كانت A اللي هي بتساوي كام من الجيفن 2 ام سو سوري بتساوي باي ار سكوير. طب لو انا عايز اجيب الريزيستنس في الحاله الاولى يبقى هقول الار بتساوي الرو في ال على الاي، او بتساوي الرو في ال على باي ار سكوير. طب قال لي في الحاله الثانيه ان ال ال دبل يعني ال 2 كان بتساوي 2 ال، والار 2 كانت بتساوي 2 ار، يعني ال A2 هتساوي باي R2 سكوير اللي هتساوي هنشيل بقى ال R2 ونحط مكانها 2R تساوي باي 2R ده الكل سكوير اللي هتساوي 4 باي R سكوير اللي هتساوي 4A. يبقى لو كانت ال cross sectional area في الأول A في الحالة الأولى يبقى في الحالة الثانية هتساوي 4A. طب نعوض عن الكلام ده بقى في القانون بتاع الريزيستنس. احنا بنقول ان الريزيستنس الار بتساوي رو في ال ال على ال A. طب احنا بنقول ان ده دي الار 2 يبقى هتساوي الرو في ال ال 2 على ال A 2. طب احنا ما غيرناش الرو ليه؟ لان هو ما قاليش ان السلك اتغير، بيقول لي ان احنا لو زودنا الراديوس ولو زودنا اللينث معناها ان السلك ما اتغيرش. طب نيجي نعوض بقى، نقول ان الرو زي ما هي،
طب ال L2 هنشيلها ونحط مكانها 2L. طب وال A2 هنحط مكانها 4A زي ما احنا شفنا من شوية. طب يبقى انا عندي الاتنين هنختصرها مع الاربعة، يبقى هنا اتنين اللي هتساوي الرو في ال L على 2A. طب انا عندي الرو في ال L على ال A، انا كنت قايل عليهم ايه من الاول؟ كنت قايل عليهم ال R، يبقى هتساوي R باي 2. يبقى لو انا زودت اللينث وزودت الراديوس معناها ان ال R2 هتساوي ال R divided by 2، معناها ان الريزيستنس هتقل للايه؟ هتقل للنص. طب هنا في المثال هو ما قاليش هتقل لايه، ولكن هو احنا هنختار بس ان هي decreased. طب انا ممكن اسالك، اجيب لك سؤال على الشكل ده، ولكن بدل ما تبقى increase و decrease و remain constant، ممكن طبعا اقول لك ان هي decreased to مثلا 1/4 to 1/5 to half. طبعا انت هتعرف تختصرها زي ما احنا حليناها وتختار الاختيار الصحيح. بعد كده طبعا بناء على الريزيستنس بنقول طبعا ان المودل الريزيستنس ليها عاليه جدا جدا، او بتوصل التيار الكهربي بعدم كفاءه او ما بتوصلش، احنا بنسميها رديئه التوصيل الكهربي. بنقول عليها المواد دي بنسميها انسليتورز اللي هي عوازل، او ممكن احيانا نقول عليها داي الكتريك ماتيريال. يبقى ممكن نقول على المواد العوازل او رديئه التوصيل التيار الكهربي بنقول عليها انسليتور او داي الكتريك، زي الجلاس والبلاستيك والرابر والكوارتز والاير والوود طبعا والامثله كتير. طيب المواد اللي هي جيده التوصيل الكهربي بنقول عليها كوندكتورز، هي المواد الموصلات. بنقول ان المواد دي بتكون جيده التوصيل للتيار الكهربي، ده نتيجه وجود الكترونات حره فيها، دي زي الكبر والالومنيوم والجولد والسيلفر والايرن طبعا والبرس والبرونز والكلام ده كله اللي هو الايه النحاس الايه الاحمر. طبعا بنقول ان المواد الموصله بتبقى جيده التوصيل للتيار الكهربي، المواد الانسليتور بتبقى رديئه التوصيل الكهربي. ده مش معناها ان الانسليتورز ما فيهاش الكترونات والكوندكتورز فيها الكترونات، الاثنين طبعا فيهم الكترونات، ولكن بيكون الكوندكتورز بيبقى فيها فري الكترونز، بيبقى فيها الكترونات حره اكتر من الايه اكتر من الانسليتور. يبقى هنا الفرق في الفري الكترونز اللي هو عدد الالكترونات الحره اللي هي ممكن تتحرك بسهوله نتيجه التاثير بالالكتريك فيلد او بالالكتريك بوتنشال ديفرنس. في حاجة أخرى محتاجين نعرفها اسمها الكاباسيتورز أو الكوندنسر اللي هو المكثف، ممكن نقول عليه كاباسيتور أو كوندنسر، اللي هي المواد اللي احنا بنقول عليها المكثفات. المكثف عموما هو عبارة عن جهاز بنستخدمه لتخزين الطاقة، بيبقى عبارة مينلي بيتكون من مادة كوندكتور ومادة كوندكتور وبينهم مادة انسليتور. يبقى بنقول إن هنا المادة دي كوندكتور والمادة دي أيضا كوندكتور، والمادة اللي بينهم بنسميها انسليتور أو بنسميها داي إلكتريك ماتيريال. يبقى قلنا الكاباستور عبارة عن مادتين من الكوندكتور، بنسميه الشكل اللي قدامي ده اللي أنا رسمته ده بنسميه بارالل بليت كاباستور، لأن هو بيتكون من تو بليتس، من لوحين من المادة الموصلة وبينهم مادة انسليتور اللي هي المادة العازلة. طبعا بنقول ان احنا لو وصلنا الكاباستور ده زي الصوره اللي قدامي دي ببتري، بنلاحظ ان انا عندي هنا الالكتريك كارنت ما بيقدرش يمر في الكاباستور، يبقى الالكتريك كارنت ما بيقدرش يمر في الكاباستور. ولكن بيحصل ايه لما بوصل البوزيتيف تيرمينال بالسلك ده؟ بيجذب الالكترونات من السلك ومن البليت، لان احنا قلنا هو عباره عن ماده موصله، وبالتالي بتتراكم الشحنات الموجبه على البليت ده. وطبعا ده النيجاتيف تيرمينال لما نوصله في البليت ده بنلاحظ ان بيجذب الايه بي طبعا بيتنافر مع الشحنات السالبه، وبتتراكم الشحنات النيجاتيف او السالبه على البليت ده، وبالتالي بيبقى عندي هنا ده نيجاتيف وده بوزيتيف تيرمينال، وبالتالي بيكون الكتريك فيلد. ده باختصار. طيب احنا بنقول ان هو الكاباستور ده انرجي ستور، يعني احنا بنستخدمه كمخزن للطاقه. طيب الساعه بقى، ساعه المكثف اللي هو بيخزن بها الطاقه دي بتعتمد على ايه؟ قلنا بتعتمد على الجيومتريكال شيب للكاباستور، زيها زي المقاومه بالظبط. احنا كنا بنقول المقاومه بتعتمد على اللينث وعلى الاريا وبتعتمد على نوع الماده، هنا نفس القصه بالظبط. بنقول ان الكاباستنس سي، يبقى هنا الكاباستنس بتاعت المكثف يبقى سي هي الكاباسيتنس، بتعتمد على اول حاجه طبعا احنا قلنا الشحنات بتتراكم على البليتس، يبقى بتتعتمد على تتناسب مع الاريا
يبقى هي مساحة البليت، وأيضا بتعتمد على نوع المادة الداي إلكتريك اللي موجودة. احنا بنستخدم هنا حاجة اسمها الداي إلكتريك كونستانت، اللي هو ده بنقول عليه الداي إلكتريك كونستانت. يبقى الإبسلون هو الداي إلكتريك كونستانت، الأي هي الأريا هي مساحة البليت، الدي هي الديستانس ما بين التو بليتس، يعني لو انا عندي بليت بالشكل ده وهنا بليت بالشكل ده المسافة ما بينهم هنسميها الدي. يبقى دي هي الديستانس ما بين التو بليتس، او ممكن نسميها الثيكنس بتاعت الداي الكتريك ماتيريال الموجودة ما بين التو بليتس. يعني لو دي المادة الداي الكتريك يبقى هي دي الدي اللي هي الثيكنس بتاع الداي الكتريك ماتيريال او الديستانس ما بين التو بليتس. طبعا بنلاحظ ان كل ما الاريا بتاعت البليت تزيد بنلاحظ ان معناها ان هو ممكن يقدر يخزن شحنات اكتر. بنلاحظ ان لو انا غيرت الماده الداي الكتريك اللي بين تو بليتس معناها ان انا ممكن اغير سعه المكثف. لو انا قللت الديستنس ما بين تو بليتس معناها ان انا ممكن، لو انا قللت الديستنس معناها ان انا ممكن ازود الايه الكاباستنس اللي هي سعه المكثف. طبعا المكثف بيبقى ليه اشكال عده، ممكن بالشكل ده كده مش شرط هو يكون تو بارلل بليت، ولكن الفكره المين ايديا هنا ان يبقى عندي تو كوندكتورز بينهم ماده انسوليتور. يبقى هنا بنقول ان انا لو انا عندي هنا ده فويل يعني ماده كوندكتور وده فويل وبينهم بيبر، طبعا البيبر عارفين ان هو عازل، في الحاله دي هتبقى الماده دي ايه؟ هنقول ان ده كاباستور. طبعا لو احنا لفيناهم عشان نقلل الاريا في الحاله دي هيبقى ده شكل كاباستور، ده ايضا شكل كاباستور، والشكل الثالث ده برضه شكل ايه؟ كاباستور. ولكن لو احنا خدنا بالنا هنا ان الماده العازله بتبقى ايه؟ الكترولايت، بنحط ماده ايه؟ ماده من محلول علشان تبقى عازله ما بين التو ايه؟ تو بليتس او تو كوندكتورز اللي بنستخدمهم في المكثف. طبعا السي سعه المكثف بتقاس بحاجه اسمها الفاراد. يبقى احنا قلنا السي هي الكاباستنس بتقاس بحاجه اسمها ايه؟ الفاراد. طبعا الكاباستور لا يسمح بمرور الدي سي، لا يسمح بمرور التيار الدي سي الدايركت كارنت، ولكن يسمح بمرور الاي سي. يبقى هو بيسمح بمرور الاي سي ولا يسمح بمرور الايه؟ الدي سي. بعد كده هنتعرض لحاجه اسمها اومز لو، اللي هو قانون اوم. قانون اوم من المفاهيم او من القوانين المهمه جدا 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 الاساسيه اللي احنا محتاجين نعرفها. في قانون اوم بيقول لي لو انا عندي سي ان انا باتري بالشكل ده، احنا قلنا الباتري دي باور سبلاي، طبعا الرسمه اللي قدامي هي عباره عن دي سي. طبعا لو متوصله ببالب اللي هي اللمبه اللي بالشكل ده كده، طبعا وطبعا دي اسلاك توصيل بتبقى من ماده موصله، بنلاحظ ان التيار الكهربي بيمر في الايه؟ في الدايره الكهربيه اللي قدامي دي. طيب بما ان في احنا قلنا ده دي باتري مصدر للجهد او باور سبلاي، بما ان دي بالب هنا اللمبه دي تمثل المقاومه، قلنا هيمر تيار كهربي في الايه؟ في الدايره دي. قلنا قيمه بقى او مقدار التيار الكهربي الالكتريك كارنت اللي هيمر في الدايره ده هيعتمد على ايه؟ قلنا اول حاجه هيعتمد عليها الباور سبلاي. طب هل هو هيعتمد على الريزيستنس؟ يعني لو انا زودت الباور سبلاي والريزيستنس زي ما هي، هل الكرنت ده هيزيد ولا هيقل؟ طب هل لو الباتري فضلت زي ما هي وانا غيرت الريزيستنس ايه اللي هيحصل؟ بنقول لو انا بتكلم عن مقاومه واحده، يعني مقاومه ثابته ما اتغيرتش، لو انا عندي مقاومه بالشكل ده كده ما اتغيرتش هسميها ار، وانا وصلتها بباتري زي ما احنا كنا شايفين من شويه، بنقول كل ما زود الباتري او كل ما زود حاجه اسمها فرق الجهد كل ما الكرنت هيحصل له ايه؟ هيزيد. يبقى هنا بيقول لي the current that flow through an object is directly proportional to the voltage applied across the object. يبقى الفولت او اللي انا بقول عليه فرق الجهد اللي انا بطبقه على الريزيستنس دي كل ما ازوده كل ما الكرنت هيحصل له ايه؟ هيزيد. معناها ان احنا ممكن نقول ان الفي بتتناسب مع الاي زي ما هي مكتوبه كده، او ممكن نقول ان الفي هتساوي كونستانت في الاي، الكونستانت اللي هي احنا بنقول عليها اللي هي الريزيستنس اللي هي قيمه المقاومه. يبقى بالنسبه للمقاومه دي التيار بيعتمد على حاجه واحده بس، يبقى التيار بيعتمد على فرق الجهد على الباتري لو المقاومه ما اتغيرتش. طب لو انا غيرت المقاومه، طبعا هنشوف الكلام ده كمان شويه، احنا كل ما نزود المقاومه هنشوف ايه اللي هيحصل للتيار ده في حاله التوصيل على التوالي والتوازي. ولكن في قانون اوم بنقول لو الريزيستنس ما اتغيرتش فضلت زي ما هي، كل ما زود فرق الجهد كل ما ايه اللي هيحصل للكرنت هيحصل له ايه؟ هيزيد. يعني العلاقه بينهم علاقه فرضيه. ده بالنسبه ايضا عايزين نوضح الكلام ده بالنسبه للمواد او الريزيستنس اللي احنا بنسميها اوميك ماتيريال، المواد اللي تخضع للقانون ده.
يعني في مواد، مش كل المواد، كل ما تزود فرق الجهد كل ما التيار يزيد بتناسب او بنسبة معينة، ولكن بيبقى فيه طبعا شذوذ عن هذه الايه القاعدة. طيب ليه اصلا احنا اتكلمنا عن الكارنت والريزيستنس والكلام ده كله؟ طبعا هندرس الكلام ده بالتفصيل، كل حاجة اهميتها وفائدتها، ولكن هناخد هنا دلوقتي هنت بسيط عن الهيومن بادي. بنقول ان الهيومن بادي الجسم الانسان عبارة، بنقول ان هو ممكن او احنا نعتبره ايه كالكتريك كوندكتور، طبعا ما بقاش جيد التوصيل اول، لكن بنقول ان هو ممكن يوصل التيار الكهربي نتيجة احتوائه على المعادن او الماينرالز اللي هي ال NA اللي هي الصوديوم والكلور والكالسيوم والمغنيسيوم، طبعا اللي هي موجودة قدامي في الصورة، والكبر والحديد والكلام ده كله. بنقول الجسم الانسان بما ان هو بيحتوي على ميه وبيحتوي على معادن، ممكن ان هو يتصرف كالكترولايت، وهنا محتاجين نعرف يعني ايه الكترولايت. بنقول الالكترولايت ده سبستانس، الماده اللي هي لو احنا اذبناها في مذيب عضوي او في مذيب عموما، بولار سولفنت زي الميه، بتديني او بتديني ماده موصله للتيار الكهربي. يبقى بنقول الالكترولايت عموما هو عباره عن ماده لما بتدوب في مذيب بولار سولفنت زي الميه بتديني محلول، المحلول ده بيوصل التيار الكهربي نتيجة احتوائه على شحنات موجبة وشحنات سالبة. زي ما احنا بنقول لو انا دوبت ال NaCl في المية هيديني اللي هي الايونات الصوديوم الموجبة وايونات الكلور اللي هي السالبة. لو انا وصلته طبعا بايه ببطارية، طبعا ايه اللي هيحصل؟ هيوصل طبعا النيجاتيف هيروح للبوزيتيف والبوزيتيف هيروح للنيجاتيف، يعني الكلور ده نيجاتيف هيروح للايه للبوزيتيف تيرمينال، والصوديوم ده بوزيتيف هيروح للايه للنيجاتيف تيرمينال. بنقول ان احنا في جسم الانسان برضو عندي الماسلز والبلد از او ار جود كوندكتور، يعني ايه بيبقوا جيدين التوصيل الكهرباء. طبعا في الصوره اللي قدامي هي صوره توضيحيه، لان عندي طبعا هنا شكل موضح، الشكل اللي هو على الشمال ده، بنقول لو انا وصلت مصدر الجهد من الطرف ده للطرف ده، هل المقاومة هتبقى قد ايه؟ ولو انا وصلت مصدر للجهد من الطرف ده للطرف ده، هل المقاومة هتبقى قد ايه؟ الكلام طبعا الارقام اللي موجودة قدامي في الصورة هي ارقام نسبية. بنلاحظ طبعا لو انا هنا وصلت هنا تيرمينال وهنا تيرمينال، بنلاحظ ان في الحالة دي ايه اللي زاد بالنسبة للمقاومة؟ بنلاحظ ان هنا طول المقاومة زاد، معناها ان المقاومة في الحالة دي هتبقى اكبر ما اذا لو انا وصلت الايه الباتري من الطرف اللي هو من عند الودن دي للودن دي. هنلاحظ ان المقاومه في الحاله دي هتبقى اكبر. هو هنا قال لي هنا من الهاند للفوت هتبقى الريزيستنس تقريبا مقدارها 500 اوم. طب قال لي من الاير للاير هتبقى الريزيستنس تقريبا قيمتها كام؟ هتبقى 100 اوم. ده طبعا احنا قلنا ده دي ارقام وامثله توضيحيه. بنلاحظ طبعا ان انت لو انت هتتكهرب من الايدك دي للايدك دي ايدك دي، هنلاحظ ان طبعا ده عندك مقاومه هنا ومقاومه هنا. هندرس بالتفصيل التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي علشان نقدر نفهم الكلام ده.